ترافع قدام التخيل ما يقدرش يقول لك بم. لا 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 اللي ترافع ده يطلع في الأزمات يعني ده مثلا يبقى كرنيه مثلا يطلع في لجنة في كمين كمين في الناس اللي هم بيجوا يقبضوا على الناس في البيوت كده مش أي حاجة يعني بس فيها حاجة الصورة برضك فيها صورتك وريني وشك كده ده الوش اللي بتجيب بالخضار ما طبعا صورتي انت قصدك ايه طيب فيها حاجه كده حاجه محترمه فيها احترام ايوه فخر ووكر كده وكر ايه يا صورت رئيس عصابه يا حيوان انت بتتريق لا مهابه ايه حاجه مهابه ايه حاجه ايه حاجه انت شايف ايه ده هو ده ده انا هو ده ده هو ده ايوه يا حاجه ايه شايف فيه منديل بقويا هنا وانا اقرع أنا عاوزك تحضر الجلسة مع ولدي المحامي بتاعه عمل حادثة وجاي الجلسة باقي عليها ربع ساعة اترافع عن ولدي وبعدين نتفق على الأتعاب خلاص أيوة بس لا 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 لازم أشوف القضية كده وأعرف التفاصيل والتيتيلز بتقول إيه؟ التفاصيل والتيتيلز هو هيتكلم جوه لا انسى انسى يا استاذ ما تقف كده قدام الارض وتترافع ما تخافش ما تخافش من حد وطلع الكرنيه قدام التخين انت محامي الله عليك انت محامي انت ما عارفش انك محامي انا عارف بس هو دايما بيحب يفكرني بعد الظهر وادي الطربوشه طربوشه اهو على اساس ان انا راح اترافع عن محمد طه امسك امسك ولدي حيضيع مني عين عليك يا ولدي قلبي اتحرق عليك يا ولدي قول لي بقى تفاصيل القضية ايه عركة عادية بين عيلتين ولدي حيروح في داهية ولدي حيروح في داهية ولدي تفاصيل هنا يا حاج ولدي لا له في الدور ولا في الطحين تفاصيل هنا يا حاج ولدي لا له في الدور ولا في الطحين ولدي حيروح مني القرار اخر جلسه ابنك اسمه ايه يا حاج عبد الصمد وهدان حلقوله اسمه عبد الصمد وهدان حلقوله زيرو زيرو ده الاسم بالكامل ما علينا طب هو تهمته ايه بقى قتل ايه ده ايه احنا ما اتفقناش على كده اتفقنا على ايه ما اتفقناش على انه قتل أنا ما اتفقناش على كده يا حاج أنت كنت بتعملني في مفاجأة هنا أبوس يدك أبوس يدك ما تفضحنيش حينادم عليك نادي على اللي بعده عبد الصمد وهدان حلقوله ضد حنجل أبو حديدة يا حاج إحنا ما اتفقناش على كده أبوس يدك عبد الصمد وهدان حلقوله طب وقتل إزاي؟ ضرب سكينة ضرب في السكينة في حنكه؟ أيوة حاضر أهو شرم لبقه؟ يعني ايه شرم لبقه دي؟ جون الحمد لله حنجل حلبوله قتل حنجل حلبوله فلق حنجل؟ قتل حنجل قتل حنجل في الليل ايه يا استاذ؟ سيد الرئيس سيد الرئيس سيد الرئيس حضرات السادة المستشارين عم احمد الحاجب ان طعنة حنجل لموكلي كانت طعنة قاسية يا استاذ طعنة ناهية يا استاذ طعنة دالية يا استاذ انت مش فاهم حاجه ولا ايه امال ايه عرقبه ولا ايه يا استاذ انت مش قاري ملف القضيه ليه موكلك هو اللي طعن حنجل لا والله هو اللي طعن حنجل هو اللي غزو ابنك اللي غزو انت ما قلتليش الكلام ده يا حاج انت بتعمل تفاجئ فيا ليه سيد الرئيس ان طعنه موكلي حنجل كانت طعنه رقيقه كانت طعنة في الهدوء طب كانت انهي طعنة فيهم؟ نعم؟ كانت انهي طعنة فيهم؟ هو طعنوا 11 طعنة لا والله 11 طعنة؟ طعنوا 11 طعنة؟ ليه يا حاج؟ هو كان واخد له اجازة ولا ايه؟ سيد الرئيس هل تسمح لي هيئة المحكمة الموقرة ان بسؤال على مقربة من المناصرة؟ تعال ربنا يخليك ربنا يخليك ربنا يخليك في حاجة عايز تقولها وخايف تقولها؟ لا هو بس الحقيقة أنا مش محامي نعم يا أخويا؟ لا مش قصدي سعادتك أنا قصدي مش المحامي بتاع المتهم اللي هنا لأن المتهم اللي هنا المحامي هو جاي له فأوتوبيس خبطه فالمحامي اتطبق والاوتوبيس مش لاقينه اتطبق ايه انت عايز ايه بالظبط ابوس ايدك شجاعة شباب
شجع الشباب المنطقة كلها عندي مستنية شربات واحد فرق أول مرافعة ليا. شربات يا أستاذ؟ قل لي طلباتك. طلبات يا هكون عايز إسكبريسو، عايز تجيل. إيه؟ تجيل. تأجيل؟ خلاص يا اخوات أجل قضية. فضل حياة المصحف. والله أقول لك اتفضل يا أستاذ، هتقول أجل قضية. والله هتقولها يعني أنت هتقولها قدام الناس دلوقتي؟ يلا يا أستاذ اتفضل. شكرا لسعادتكم وكليكم والمقلم كلكم سعادتكم. تؤجل القضية لجلسة 9-9. مبروك يا حاج، القضية تأجلت للساعة 9. يا لهوي، 5000 جنيه يا لفي، معقولة؟ بس دخل عليهم الموضوع ده ازاي؟ محامي؟ انت هتبقى محامي؟ انت يعني انت المدرسة؟ لا يا اخويا مالكش دعوة بيا، انا حيالة بدرس لابن ام عبوسة فتحية واكلاهم ثانية صدره، يعني ناس غلاب، انما انت كده بتلعب مع الحكومه يا لمي. طب واللي يقول لك النهارده بقى ان هو زلزل دار الفضاء العالي؟ يا راجل والله اقول لك على حاجه. ها اما تعمل في قلب القفص فضل يتنطط. دي مراتك يا لمي يا راجل؟ مرات انا؟ يا نهار اسود يا دكتور شواف، اسمعني. أبا ما تسمع يا اسطى، انا مش فاهم حاجه من الانجليزي والترانسليشن بتاعك ده. بص انا لما حصل الموقف ده، ها، وعم فوزي اكد لي انها دي مراتك والمصحف الشريف ان ما كنت مصدق ان دي مراتي، كان اول مره. لولا ان انا لميت الموضوع ولميت الربكه اللي حصلت في الحكايه يعني. طب الله يخليك، الموضوع ده هيحصل تاني يعني؟ ايه؟ لا بس بسيط هيبقى فيه يعني. لمبي يا لمبي. طب سلام انت بقى يا اسطى، سلام انت. ايه يا نوجع؟ ايه؟ عايز اعيش ولا ايه؟ نسيت ده. ده بتاع ايه ده؟ مش شاركرين يا نوجع؟ يا اخي انت زهقتني وقلبت دماغي، قضيتك دي تيجي ايه جنب القواضي اللي الاستاذ مساكها؟ ده مفيش قضية، اللهم صل على الاستاذ كده اهو. يا استاذ يا استاذ يا استاذ يا استاذ يا استاذ، صباح الخير يا استاذ يا استاذ، صباح الخير يا استاذ. بطلوا بقى تسول بقى، عايز ايه؟ تسول ايه؟ انا اشرف يا استاذ. لا انا ايه اشرف؟ لا انزل بقى، غريبة قوي. اوعى الشنطة، اوعى الشنطة، مش اوعى انا ولا اعرف عمك. مين على كده؟ يا ولا اعرف انا، باخد اوعى الشنطة. انا اشرف سكرتيرك، مالك؟ اشرف ايه؟ اشرف سكرتيرك، مالك يا استاذ؟ والله مؤاخذة اشرف. ازاي؟ الحمد لله اشرف. انت خضتني. معلش معلش، اصل انا الايام دي عمال انسى شويه حاجات كده، فرحت للدكتور فاداني دواء، فظهر الدواء ده فيه منسيات. يا حبيبي الف سلامه عليك. الله يخليك. احنا خلاص افتكرتك. احنا بقى هنا جايين ليه؟ عشان قضيه. عشان قضيه؟ انهون فيهم؟ لا لا ما تقلقش، قضيه جديده. المصحف؟ ما تخافش، انا مكلم الاستاذ رافع المحامي، هو اللي هيترافع في المحكمه. ولا رافع المحامي ولا شاد المحامي، انا اللي هترافع. نعم؟ انا اللي هقف في ساحه الفضاء العالي واقوم بالمرافعه. يا ريت، ايه اللي غير رايك كده؟ يا ده احنا ليه عرقنا احنا وشقانا يروح لبره؟ مش احنا عرقنا احنا اولى بيه؟ بدل ما تاخد 20 جنيه في ايدك مني كحيانه تروح قافش مني مياله، وابنك اللي بيسهل بقى ده رزقه. ابني بيسهل وما بيسهلش، انت هتفضحني في الشارع. ما تشوف. طب حل المهم، يلا. انت قلت لي انت مين؟ خدمتك ام احمد. طب عد يا حاجه واعلن عن قدومي. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يا اهلا يا اهلا وسهلا بالاستاذ. يا اهلا وسهلا. يا اهلا، اتفضل اتفضل يا استاذ. يا اهلا وسهلا، اتفضل يا استاذ. الله اكبر الله اكبر. الاستاذ اشرف قال لي ما اطولش عليك لانك انت مشغول دايما، وقتك مش بتاعك. ده فعلا حاصل عني. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الراجل ده يا عم وايه، خارج من حرب الاستنزاف ولا ليه؟ اللي ليه ايه؟ الله اكبر الله اكبر. انا حسيت ان لسه نازل من على خط ابو الليف. المتر بيزهق. شيء عادي يا عزب. في بدايه الموضوع نتعرف بالاسم ايه؟ معزوبك بيومي. طب حاج بيومي، ايه نوع القضيه؟
ابني متهم في قضية اغتصاب. ومين اللي اغتصبه؟ لا يعني ايوه ما انا فاهم يعني هو لان في الاغتصاب ده حد اتحمرش بيه يعني كان اغتصام وحمرشه واتحمرش بيه ولا هو يعني اتحمرش بيه كده بس وكده؟ لا ابني متهم في قضية اغتصاب. هو متهمينه في قضية اغتصاب. وهل ذلك حصل فعلا جدا؟ لا ده الاكبر ابني بالابدي ده دور عاملاه البنت واهلها طمعانين في العز اللي انا فيه. عارف موقف الميكروباص اللي انا فيه ده كله بتاعي. ايه البنت دي اسمها ايه اللي رنا بلاها عليه؟ نبيلة الحايح. رباعي حاجة لو سمحت. نبيلة الحايح بهنسي جوهر. في نبيلة الحايح بهنسة جوهر عندها 67 سنة ومتجوزة 7 مرات ورمت جوازها من البلكونة. الله أكبر عليك! إيه الحلاوة دي؟ إيه الحلاوة دي؟ إيه أكثر؟ أنت اللي إيه؟ أنت اللي إيه؟ اللهم صل على حضرة النبي. أنت جبت المعلومات دي منين؟ أما بقى نبيلة الحايح اللي عليها العين والليلي دي ساكنة في 17 شارع السكاكيني الدور الخامس. مش سامعك كويس. بطل وشوش. ما انت بتتوشوش مش سامع خير. ايه بتقول ايه؟ هكلمك بعدين. يلا باي. ارجو حاجة ان انا ما كنتش قطعت عليكم الحموم الجماعي اللي انتوا فيه ده. لا يا ابني احنا طول عمرنا ماشيين على كده. هو انا بس كنت جاي لنبيلة في بستان. لا جاي ياخد كلمتين في القضية يعني. بحسب البستان. اصل سمعتها بوسة. انت فاكرني ايه؟ اصل انا شريفة وعفيفة وظريفة وشرفي بحب بالليفة. ابني كنت الليفة يا حاج ربي يا جمل. ده انت عمك في قلب البيت رهوان. يا بنت خلصي التليفون اللي معاكي ده وشوفي الافوكاتو يمكن نطلع منه بمصلحه. طب يلا بقى باي باي. خلصنا افندم يا استاذ. والله انا بس فت ثواني ثواني ثواني. ازيك يا سعوده؟ ده سعد الصغير؟ لا 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 ده سعد اخويا انا. يا حبيبي اكبر من الصغير ولا هو ايه يا راجل؟ لا 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 دايما انت ظنك وحش يا راجل. ده ابن خالتي بالرضاعه يا سعد. طب يلا يلا اقفل اكلمك بعدين. يلا باي باي. البلد كلها اخواتها في الرضاعه. منور يا حاج عجه. افندم يا استاذ خلصنا. قصدك يا ست انت اللي خلصيني بقى. بص يا ست انا بس في ثواني ثواني. اوعي بقى انا ماشي بقى. انت رايح فين؟ اجيلك لما الشبكه تقع. طب انت كنت عايز ايه؟ لا خلاص نتقابل في الجلسه. باي. سيدي الرئيس حضرات الساده المستشارين إن هذا المرتهم الماس اللي أمامكم الآن في قفص الالتهام بريء براعة الذئب من دم ابن يعقوب، وأنا ألتصق مع النيابة. ألتصق مع النيابة في كل دليل قد قدمته وقد قالت بأن موكلي مذنب، ولكن دعونا ننطق بالقانون الذي هو تاج فوق رؤوسنا نمشي به بين الأمم فخورين به. القانون الذي يقول بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. ولذا ولذاك ولهاك أطلب من هيئة المحكمة والسادة الحضور أن تسمح لي باستجواب المدعية. تعال يا نبيلة. Thank you.
سيد الرئيس مش فين الشهدة اللي هي المدعية؟ هي دي الشهدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سلام يا سلام على الهدى والنور. أنا أحترمك عشان خطر الحجاب اللي أنت لابسها ده. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم ده أنا أنفخك. بارك الله فيك يا أستاذ بارك الله. نبيل الحايح، أنت قلت في تحقيقات النيابة إنك أنت شاورت للميكروباص وهو كان فاضي وركبت معاه، صح؟ أيوه يا أستاذ. ولما حصل إن أنت ركبت معاه الميكروباص خدك لمكان غير خط سيره وخدك بعيد بعيد وحديكو وفي حتة مكان ضلمة كده وعلى ضي الشموع حصل الاعتداء عليك، أليس هذا صحيحا مطلقا ذلك؟ أجل يا سيدي. أجل يا سيدي. وعلى حسب أخوالك برضك في النيابة إنك قلتي إن تم عليك الاعتداء بداية من الساعة 7:30 حتى الساعة 8:30، يعني ساعة بالتمام والكمال، مظبوط؟ الله ينور عليك يا أستاذ. لا الله ينور عليه، هو ساعة ده رقم قياسي، ده المفروض ياخد جايزة أوبل على اللي عمله ده. سيد الرئيس، هل تسمح لي الهيئة الموقرة بمكالمة تلفون؟ هنا يا أستاذ. نعم؟ هنا؟ بعد إذنك، المكالمة في صلب وعنق القضية. اتفضل. أنا اللي بتصل، أنا، أيوه. ردي يا حاجة، ردي، ردي يا حاجة. فتح الله عليك، ردي. ردي. ألو؟ ألو؟ مساء الخير. مساء الخير يا فندم. نبيل الحايح، مش كده؟ أجل يا سيدي. أجل يا سيدي، طب ده رقم تليفون ساعتك مش كده؟ أجل يا سيدي. أجل يا سيدي. والرقم ده يا حايح كان موجود معاك أثناء الحادثة، صح؟ أجل. أجل. أنا بس حبيت أثبت لرسالة المحكمة إن دي النمرة الخاصة بالمدعية اللي كانت معاها أثناء الزعططة، وكان عايز ياخد منك الموبايل، صح؟ أجل يا سيدي. أجل يا سيدي. يا سلام على التقوى. طب ازاي يا سيادة الريس حصل الاعتداء عليها وهي جالها في نفس التوقيت ده 5 مكالمات كل مكالمة لا تقل عن 10-12 دقيقة، وده اللي مظبوط عندي هنا في قلب الشركة نفسها بتاعة المحمول، بتقول ان جالها 5 مكالمات في نفس التوقيت اللي كان بيتم عليها الاعتداء فيه نفس الساعة. ازاي ده يتم؟ هو ممكن يحصل، بس يحصل بقى ساعتك الا اذا كانت هي في حالة الاعتداء كانت بتكلم صحباتها وبتشرح لهم فوائد الاغتصاب. شكرا سيادة الرئيس. يا تقوم هتظبطي، يلا باي. نبيلة، انت نمرة الموبايل بتاعك 013 45 30 1. ايوه يا فندم.